اكتشفت وانا على السطح ان هو جاله بلاك اوت تحت او جاله ادمان. اول حاجه لازم تتاكد منها العمق اللي انت بتنزل عليه، لازم صديقك او المرافق اللي معاك لازم هو كمان بيقدر ينزل العمق ده. بمعنى ان انا ممكن بنزل عمق 15 متر بس الصديق اللي معايا ما بيقدرش ينزل العمق اللي انا بنزله، فبالتالي لو حصل لي مشكله على العمق ده مش هيعرف ينزل يجيبني ولا هيقدر يساعدني ولا يلحقني. يبقى اول حاجه لازم اتاكد منها لازم يكون صديقي اللي معايا بيقدر ينزل للعمق اللي انا بقدر انزل عليه. حبيبي.